أكثر من 6 ساعات عاشتها مصر بتتابع تفاصيل حادث سقوط الطائرة المدنية الروسية المؤسف اللي أسفر عن وفاة 217 راكب بينهم 17 طفل وسبعة من الطاقم. الطائرة كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مدينة سان بيترسبرغ الروسية. بعد تخبط في المواقف بدأ بتصريح نائب رئيس مطار شرم الشيخ اللي قال أن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من إقلاعها، وقال اسألوا مطار القاهرة الجوي. وبعدين قال وكيل شركة الطيران الروسية أنه الطيارة سليمة وفي تركيا. وبعد 5 ساعات طلع بيان وزارة الطيران المدني اللي أكد سقوط الطيارة في منطقة الحسنة جنوب العريش، وانتهت بكده أزمة المعلومات اللي اتقالت على لسان مصادر مجهولة. في فريق عمل من وزارة الطيران المدني هينتقل دلوقتي إلى موقع الحادث علشان تبدأ إجراءات التحقيق فيه، إجراءات الفنية يعني كل التفاصيل، وده إجراء متبع يعني ومعروف عالميا. يعني في تنسيق مع الشركة الروسية؟ طبعا في تنسيق وتم الاتصال بال، لا يا فندم مفيش تعيات، فريق العمل بينتقل هناك. ثانية واحدة بس، سؤال لو سمحت. فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك لبدء الإجراءات التحقيق، وفي تواصل طبعا مع السفير الروسي بخصوص هذا، وفي تنسيق. مهم كمان جدا لينا اننا نعرف متابعه حيه لتفاصيل الحادث وما وصلت اليه الامور. معنا الاستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم اللي هيقول لنا عن التفاصيل المتاحه حتى الان بشان الطائره. هو بالفعل وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الاراضي المصريه، وفور وصوله تابع التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية وخاصة اللجنة التي شكلتها وزارة الطيران المدني لبحث ملابسات هذا الحادث. حتى هذه اللحظة المصادر تشير إلى وفاة 217 من ركاب الطائرة وهم سياح روس. الطائرة انطلقت من مطار شرم الشيخ في 5:58 دقيقة. آخر مشاهدة للطائرة كانت الساعة 6:26 دقيقة، اختفت عن الرادارات المصرية. هناك الآن التحفظ على الصندوق الأسود لتحليل ملابسات هذا الحادث عن طريق الجهات القضائية التي تجري تحقيقات موسعة في هذا الحادث. لم يكن هناك أي تضارب في بداية الأمر من السلطات المصرية. كان هناك حديث عن قطع رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل زيارته للإسماعيلية لمتابعة تداعيات هذا الحادث. كان التضارب من جانب السلطات الروسية التي قالت أن الطائرة وصلت إلى قبرص، ومنها من قال أن السلطات المصرية حطت في دولة تركيا، لكن تبين عدم صحة هذه الأنباء وأن الطائرة سقطت تحديدا في وسط سيناء في منطقة الحسنة. الآن يجري عملية انتشال لجسامين الضحايا، سيتم نقلهم عن طريق مروحيات عسكرية إلى القاهرة إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء، ومنهم بعض الجسامين سيتم إيداعهم مشرحة زينهم بالقاهرة. أيضا هناك تحقيقات موسعة يجريها النائب العام لمعرفة ملابسات وتداعيات هذا الحادث. الحقيقة بشكرك جدا أستاذ يسري، لكن عايزة أروح أسأل أستاذ محمد على طول. هو يبدو أنه أكثر من حادث، أنها كارثة إنسانية بكل المقاييس. بالفعل. بسأل حضرتك على رؤيتك للتعامل الرسمي في الساعات الأولى من الحادث وحتى الآن. والله بصي على غير العادة في أداء كويس، يعني سيبك من التناقض. التناقض اللي الزملاء بيتكلموا عنه مش تناقض من الجانب المصري، ما كانش فيه تناقض. ولأول مرة نشيد بيه التعامل المصري ابتداء، يمكن كان ده أول أنا بعتبره ما يعني كارثة، يعني ندعو للعد على خير. إنما أعتقد إن هي إن كارثة بتبين إن في إدارة أزمات. لأول مرة تشوف إدارة أزمات حقيقية، دي واحد. لأول مرة يبقى في تفاعل على مستوى الحادث. لأول مرة تشوف رئيس وزراء بيتعامل بشفافية وعنده غرفة عمليات وبيتحرك وبيسيب زيارته في الإسماعيلية بيقطعها. تقريبا النهاردة الصحفيين زي ما قالوا لك الزملاء إن هم رجعوا من زيارة الإسماعيلية وهو اشتغل. أعتقد إن في إدارة. إدارة الأهم إن رئيس الوزراء اللي ما هنقوله النهاردة أكيد في النشر إن شاء الله في أكتر من مجال، إن ما استناش تعليمات الرئيس. بالظبط. ما استناش الرئيس عمل غرفة عمليات، قال معلومات كويسة، ما فيش رغم كل الغموض. كان في تحرك سريع جدا. بالفعل الغموض اللي حول الحادث اللي ربنا إن شاء الله يخلص على خير ومبش في عملية إرهابية ولا حاجة، لكن ما فيش تناقض واحد. التناقض كان من الطرف الروسي حول المعلومات الأولية. كان من وكيل شركة الطيران الروسية. بالفعل. طيب وإحنا كمان دلوقتي ورد لنا إنه رئيس الوزراء توجه إلى مقر السفارة الروسية لتقديم واجب العزاء، فده استكمالا للكلام اللي حضرتك بتقوله عن بالفعل التصرف السريع والتحرك الرسمي. هو كان بعد كده كمان اعتقد ان هو يعني قبل ما يروح السفاره الروسيه كان موجود في مشرحه زينهم مع وزير الصحه،
اعتقد ان هو في كلام ان هو بشكل ما هيتعامل او يتفاعل ويمكن يروح موقع الحادث اما الطرف الروسي وزير الطيران الروسي يجي هناك او نظيره المصري هيكون في تعامل حي التعامل الرسمي بشفافيه من الحادث من اوله لنهايته. من ناحية تانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحداد الوطني على ضحايا الطيارة وألغى الاحتفالات والبرامج الترفيهية، وتلقى الرئيس الروسي برقيات واتصالات العزاء من رؤساء الدول أبرزهم الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي والرئيس الفلسطيني. وزارة الطوارئ الروسية بعتت فريق عمل ولجنة حكومية برئاسة وزير النقل الروسي لتفقد مكان الحادث والتحقيق في الأسباب، وقررت كمان إرسال 5 طيارات إنقاذ بشكل عاجل لمصر. لكن الموقف الجريء اللي اتخذته وزارة الخارجية الروسية هو بيان تحذيري لكافة وسائل الإعلام بعدم تداول أي معلومات مغلوطة، ونفت أن الحادث ممكن يكون إرهابي أو عدائي ضد روسيا. أستاذ محمد، بتشوف إزاي التعامل الروسي مع الأزمة؟ والله التعامل الروسي تقصد فيه ما يتعلق بإرهابي ولا مش إرهابي، هو يعني في علاقات دافئة جدا بين مصر وروسيا، في اتصالات، يعني انت بتتكلمي واحنا حتى لسه بنتكلم دلوقتي جانا خبر قصة الاتصال كان في ايه وعزاء واعتقد ان هو التنسيق في بيان من النائب العام ان هيبقى التحيات مصرية خالصة ولكن هيبقى في تنسيق بشكل ما مع الجانب الروسي. دفء العلاقات السياسية انعكس حتى على هذه الأزمة السياسية، اعتقد ما فيش تهويل في كلام، يعني روسيا يعني في وسائل عامة روسية متقدمة جدا ما شفناش أي تأثير سلبي، في انتظار هو إرهابي ولا مش إرهابي، ما فيش تطاول. في المقابل مصر بتتعامل بشكل منهجي جدا وشكل معلوماتي وعملياتي جدا، يعني الجانبين على قدر المسؤولية فيما يتعلق هو عملية إرهابية أو هي عملية تخريبية أو حتى سقوط لأسباب متعلقة بالطائرة وصيانتها وما إلى ذلك، ما فيش حد بيستبق الأحداث. حتى روسيا تعريقاً على سؤالك، روسيا يعني مصادر روسية والمصادر يعني وأعتقد أنه هو وزير روسي تحدث ما تستبقوش الأحداث فيما يتعلق بما تم تسريبه، يعني في حد مصري تحدث وأذاع الكلام الشريط بتاع داعش اللي ما طلعش بعد بتاع داعش بعد كده، انما الطرف الروسي هو الذي تحدث ان هذه قد تكون شائعات وما الى ذلك. هو ما فيش شك انه داعش ستصبح او ستكون مستفيده مما حدث او تتمنى انها يعني تاخد الكريدت ده او تاخد هذا السبق، انما فعلا استباق الاحداث في مثل هذه الامور الخطيره امر يزيد الامر سخونه وخطوره. احنا عايزين نروح كمان انه الجانب المصري في اجواء ساخنه جدا بالاضافه للجانب الروسي، لانه التحركات بدات بانتقال رئيس الحكومه ووزراء الدفاع والسياحه والصحه لسيناء لاداره الازمه، واعلن وزير الصحة الطوارئ في المستشفيات في سيناء ودفع ب50 سيارة إسعاف. كان الله في عون السياحة، خاصة وأن السياحة الروسية في مصر بتحتل المرتبة الأولى. وزارة السياحة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الحادث، والصدفة أن الحادثة حصلت في توقيت بيستعد فيه القطاع السياحي المصري بكرة للمشاركة في بورصة لندن وإطلاق الحملة الدولية لتنشيط السياحة بمصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن تأثير الحادثة على السياحة من خلال زميلنا هشام شوقي الصحفي المتخصص في شؤون السياحة من خلال التقرير اللي جاي. حادث سقوط الطائرة الروسية تزامن اليوم طبعا مع مؤتمر صحفي كان من المقرر انعقاده صباح اليوم السبت علشان الإعلان عن الحملة الدولية للسياحة المصرية. اللي حصل انه طبعا بعد حدوث الواقعة توقف المؤتمر الصحفي وتم إرجاءه وتم إبلاغنا بده صباحا. المشكلة انه الحادث تزامن كمان مع انطلاق بورصة لندن وهي ذات أهمية خاصة بالنسبة لمصر في المرحلة دي، لأن احنا هنرجع بحملة دولية عن مصر خلال بعد غياب 3 سنوات من توقف الحملة الدولية أو أكتر. الحادث بالتأكيد له تداعيات كبيرة ومهمة، لكن إذا كان الحادث وقع بشكل طبيعي بمعنى أنه مفيش علاقة للجانب المصري به أو أي أسباب متعلقة بإهمال أو بغيره، بتوقع أنه خلال بورصة لندن إن شاء الله إذا كان الموضوع عيب فني ونتمنى ذلك طبعا كلنا ما يكون مع تعزينا لأهالي الضحايا، بتوقع انه الوضع هيكون افضل لانه في بورصه لندن هيتم اطلاق الحمله الدوليه للترويج لمصر وهتكون فرصه لتصحيح صوره مصر في الخارج والحديث عن بلد امن مستقر.